حسن محمد محمد عيسى من كيكلا، ساكن في السواني، مهنتي مهندس تكييف تبريد. مواليد سنة كم؟ مواليد 1975. تمام، احكي قصتك يا حسن بالضبط، يعني بمعنى ليش قبض عليك او ليش جابوك لهذا المكان، واحكي قصتك براحتك، شن درت بالضبط وشن بلغت ومنو وكيف، بروحك يعني احكيها، او المعلومات اللي اعطيتها سواء كان عن اهداف حيويه، عن منشآت بشكل مباشر او غير مباشر داخل الجماهيريه او خارجها، حدد واحكي براحتك يعني. جيت هنا طبعا تم القبض علي وجابوني هنا بعد ما ضبطوني في المكالمات متاعي مع اخوي اللي كنت نعطي فيه في مواقع عسكريه وحركه السيارة بتاع الجيش، من ضمن الأمور هذه كان أعطيتها حركة سيارات ميتشي طالعة من معسكر 32، وقلت لي أخوي إنه يوجد بها جنود، مجموعة جنود في كل سيارة، وقلت له تقريبا حوالي في 15 سيارة اللي متجهين إلى الجبل. هذه بالنسبة للمكالمة الأولى. من أخوك اللي أعطيته المعلومات؟ عبد الباسط. أخوك عبد الباسط، وين موجود عبد الباسط لما تعطي فيه في المعلومات؟ في الجبل الغربي. تمام، شين تاني؟ وبالنسبة زدت بلغت على لا استنى كمل الأولى يعني. وهذا بلغت على السيارات اللي ماشية للجبل، قلت لها فيها لابسين فيها الجيش لابس لبس الشرطة ولابسين أو متسلحين، فحوالي أربع سيارة، أربع أشخاص في كل سيارة معهم بعض الآليات، بعض الآليات عليها أسلحة الـ14. زواج السيارات، زواج السيارات تم تغيير زواج السيارات الشاحنة باللون الأبيض لتمويهها. وين قاعد عبد الباسط لما تبلغ فيه في المعلومات هذه؟ في الجبل الغربي تحديدا. والله لا أعلم بالضبط، ولكن تحديدا إيه ممكن في جادة ممكن في إيه. أعطاك نصيحة آخر المكالمة شن قال؟ نهاية المكالمة قال لي أنزع الشفرة حولها. إيه. وغير مكانه. وغير مكانه. ليش؟ ظنه انها حتى لا تضبط المكالمه بتاعي. تمام، هذا رتل سيارات بلغت عليه. نعم. وش الفائده من البلاغ هذا لاخوك يعني حسب وجهه نظرك؟ والله هو كان يعني باش بياخذوا يعني يطلب مني اني نبلغ على اشياء زي هذه باش بياخذوا حذرهم او باش يضربوهم من نيتو، يعني وارد الامر. احتمال يعني احتمال ايه؟ هم على اساس يبلغ النيت يقولوا برا في رتب ايه احتمال هيك من اله ولا مش هيك. نعم باه كويس. المعلومة الثانية اللي بلغت عليها بالنسبة لل بلغت على الراجمات والآليات اللي موجودة في الجبل تحديدا في منطقة ما بين مسكة والأصابع القوليشة في المنطقة هذه. بلغت عليها منو؟ بلغت على أخوي. منو أخوتك؟ صلاح. صلاح وين؟ في تونس. الأولى أعطتها لأخوك عبد الباسط. نعم. تمام، والثاني هذا أعطتها للي في تونس. نعم. صلاح. نعم. تمام، استمر. يعني حصل شعب عبد الباسط وبيكلمه هو إن شاء الله، كان هيك ترتيبه. نعم. كان ترتيبه إنه بيكلم هو عبد الباسط يعني. من تونس يكلم عبد الباسط يقول له راه في وفي. نعم.
عبد الحكيم في بريطانيا، علاش بلغت؟ بلغت على اخوك حتى عبد الحكيم. نعم. يعني ثلاثة اخوتك. نعم. عبد الباسط وعبد الحكيم وصلاح. نعم. واحد في منطقة الجبل وواحد في تونس والاخر في بريطانيا، صح؟ نعم. شن بلغت عبد الحكيم اللي في بريطانيا؟ تذكرت قلت له في ميتشي لانسر طلعوا من عشة بنتقورين. ايه. منطقة في منطقة صغيرة اكيد. بحث حوش جدي غادي. وين حوش جدي؟ في غادي في مسكة بعد الاصابع. في مسكة بعد الاصابع. في مكان اسمه عشة جرين ولا بنت جرين. ايوه. نعم. طلعوا متجهين من حين الإنارة متاعهم متجهين إلى لا إله الله إلى يقول إيش؟ أنا أيوه. هذه أعطيتها لي لعبد الحكيم في بريطانيا. إيه. شو مبلغ التاني؟ هذا بالنسبة لعبد الحكيم. قول أنت اللي بلغته. نقول في بعض الآليات تقريبا قلت لها. نعم. عليها أسلحة. شن مصلحتك في ذلك؟ والله هي دور من جبل لتونس لبريطانيا، مكالمات وتكاليف، شو المصلحة اللي بتجنيها من وراء ذلك؟ والله هي ما هي ما فيهاش إلا إنه الواحد هيك بدا يخرب في عشة بإيده يعني. يخرب في بيتها بإيده. والباقي المفروض الواحد ما يستعينش بهم الصليبيين هذول الناتو. عاد انت هاك تقاتل تحت رايتهم وسيبت راية الإسلام؟ لا والله. ولا غلط الكلام؟ لا أخطأت والحق. لا لا غير جاوبني بس. أنت مفروض تقاتل تحت راية الإسلام. نعم. راية العروبة. نعم. راية الوطن. راية العظمى العظيمة. لكن انت هذا كله سيبته واتجهت للصليبيين والآن تقاتل تحت رايتهم. راية اليهود والنصارى. آه. وضد من يعني؟ ضد أهلك وإخوانك وشعبك والأطفال الأبرياء ولا غلط الحديث يعني؟ نعم. احكي كمل. بعدها كلمت المكالمة الثانية اللي بلغت على الراجمات اللي موجودة في الجبل الغربي حتى في مسكة جهة القوليش. كيف جاتك المعلومة؟ والله يعني عندي أختي غادي سألتها. أختك؟ نعم. شو اسمها؟ أسماء. دخلتوا حتى أختكم في الطبيخة من الساعة 4؟ والله سألتها كي هي موجودة غادي، قلت لها سألتها على الوضع غادي شنو، قالت لي إنه موجود فيه بعدنا كانوا فيه الآليات الرجيمات تحولوا. تعرف أختك الرجيمات؟ السيارة تعرفهم هي؟ السيارة الكبيرة الرجيمات هذه. هي تعرفها الرجيمات. والله أنت زي ما عارف إن البلاد الآن في فيها جيش وفيها حركة آليات هلبة يعني، بالوسائل الإعلام الواحد بدأ يعرف كل شيء يعني، ممكن الكل بدأ يعرف الآليات اللي موجودة شنو هي في الجيش. صارت وأنتم ما اكتفيتوش أربع أخوت، دخلتوا حتى المرأة معاكم. مش بقصد ان ندخلها معنا احنا، غير باش انا اخذت المعلومه يعني بس. تاخذ المعلومه ما يهمكش يعني، اختك امك ابوك ما يهمكش يعني، المهم المعلومه، والمعلومه توصل لمكانها سواء في تونس ولا في بريطانيا ولا للناتو ولا غير الناتو، صحيح؟ انا احسن. هي المهم بلغتني على ان في حركه جيش غادي، وقلت لي في اليات. تمام. شلخ فيه بلغت على الاستراحة. استراحة؟ نعم. شو الاستراحة اللي قصتها وين؟ استراحة في الغيران. في الغيران؟ ايه. شو فيها الاستراحة؟ والله متوقعين اتوقع انها يتردد عليها الدكتور سيف فالاتصالات غادي. اتصالات؟ نعم. هذه في الغيران قلت لي. نعم. شن عرفك فيها انت الاستراحة وشن رفعك لها كيف وصلت لها وهل صح المعلومة ولا غلط؟ مش متأكد منها 100%، حتى لما بلغت اخوي قلت له يعني احتمال انه غادي. السيف غادي. ايه. لا
باش خوك يبلغ الناتو والناتو يجي يقصف، ولا خلاف ذلك يعني، ولا شو المقصود منه؟ هذا المزبوط. قول انت المزبوط قوله، على اساس انه هم يبوا ياخذوا المعلومه وهم بيبلغوا الناتو. من اللي بياخذ المعلومه ومن اللي بيبلغ الناتو؟ حدد. اخوي صلاح بياخذ المعلومه بيعطيها للناتو. اخوك صلاح بيعطيها لاخوي عبد الباسط. نعم. صلاح هذا اللي في تونس بيعطيها.